السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مذكرة شيكو، حب الأوطان من الإيمان. لذلك درناكم هذا الفيديو من أجل تقاسم نشاط من أنشطة الاحتفال بذكرى عيد المسيرة الخضراء. فقد تم توشيح جميع تلميذات وتلاميذ المستوى الأول من طرف أساتذتهم. شكرا للأستاذة أسماء وشكرا للأستاذ حسن، وتحية التقدير لكل الأستاذات والأساتذة بمدرسة الفشالي ولجميع التلميذات والتلاميذ على مشاركتهم الفعالة في هذا الحفل البهيج. صنع قلادة لتوشيح التلميذات والتلاميذ ما هو إلا جزء من أنشطة متعددة ومختلفة داخل مدرسة الفشالي اللي قام بها كل الأستاذات والأساتذة داخل الفصول. في هذا الفيديو بغيت نتقاسم معكم كيفاش يمكن لنا نصوبوا قلادة بحال هذه باش نوشحوا بها صدور التلميذات والتلاميذ. فخصنا من الطبوع ديال رسم نجمة يمكن لنا نستعملوه كنجمة خضراء بعد ما نلونوه، كاين ملف كرتوني أحمر اللي يمكن نصوبوا منه القلوبة، كاين كيتر ضروري باش نقطعوه، وكاين سنتة خضراء رقيقة، كاين كذلك لصاق اللي يمكن نلصقوا به، ثم مقص للتقطيع. كناخدو واحد الجبري كنصوبوه باش نبداو نتراسيو باش يكون القلوبة قد يعني ما يكونش تفاوت القلوبة. نظرا لأن عندنا 70 تلميذ فضروري أننا خصنا نصوبو 70 قلب واحد كيشبه الواحد، ما يكونش اختلاف بين هاد القلوبة. اذا كنبقاو على بركة الله كنخدمو، يعني كنديرو بحال كنقولو اونشيني، كنصوبو القلوبة من بعد كنصوبو يعني كنقطعو نضاسي وكنقطعو، ثم بعد ذلك كنبداو كنقطعو نجيمات ونلصقوهم ونصبغوهم، ثم بعد ذلك كناخدو السنتة ونلصقوها كذلك. هذه هي الطريقة، هذه العمليات اللي يمكن انكم غادي تشوفوها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون مفيد للجميع، وكيف ما كتشوفوا فهو سهل ولكن عنده معنى خاصة في قلوب التلميذات والتلاميذ وقلوب جميع المغاربة من الشمال إلى الجنوب، من طنجة إلى القويرة. يمكن أننا في هذه المناسبة هذه كنبغي نحيي كل الناس اللي شاركوا في المسيرة الخضراء المضفرة، كنبغي نحيي كل الجنود اللي كيرابطوا في الحدود، كنبغي نحيي كل مدافع على قضية الصحراء، وكنقول أن الصحراء مغربية. في المستقبل القريب إن شاء الله غادي نتكلم على واحد الموضوع اللي هو مهم كيهم الحدود المغربية الجزائرية، كيفاش كانت قبل معاهدة لالة مغنية اللي كانت سنة 1845، يعني بعد معركة إسلي اللي كانت سنة قبل ذلك، يعني سنة 1844. إذا نخليكم مع الفيديو وما نطولش عليكم، والصحراء مغربية وغتبقى مغربية رغم كيد الكائدين. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا على نطاق واسع ودعموه بلايكات وارتسامات. الناس اللي شافوا القناة أول مرة ما ينساوش يتابوناو، يفعلوا زر الجرس باش يوصلهم الجديد. نخليكم مع الفيديو.